يحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف. وأضافت: لطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا، سأبقى دائما أصل المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ولعملي. كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره. وكانت أصالة قد تحدثت في أكثر من مناسبة عن شائعات طلاقها، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام بأن تبتعد عن الحياة الخاصة. في الوقت نفسه كانت ابنتها شام تنشر دائما أغاني عن الخيانة والهجر عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها. مين الراجل اليومين دول اللي يخليكوا تحسوا ان you don't wanna love again after that؟ وفور انتشار أخبار انفصال أصالة عن طارق العريان، تصدر هاشتاغ طلاق أصالة ترند تويتر، وحرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة أصالة، وطلب البعض بعدم التدخل في الحياة الخاصة للفنانة أصالة. كل الشائعات والتسريبات التي تواترت حول الأزمة قالت إن سبب أزمة أصالة مع طارق العريان هو تعرضها للخيانة من جانب زوجها. وقالت أنباء إن فنانة شابة قيل أنها نسرين طافش هي السبب في ذلك، حيث جمعتها علاقة بالمخرج طارق العريان. وفي أول رد رسمي لها حول ما يثار عنها وعن علاقتها بالمخرج طارق العريان زوج أصالة، نفت نسرين طافش أي علاقة بينها وبين زوج أصالة، واستخدمت نسرين جملة ناس فاضي التي قالتها أصالة للرد على الشائعات. وقالت نسرين طافش خلال لقائها في برنامج عربود إن كل ما يمكن قوله إنما تردد غير صحيح، ومن يشيع هذه الشائعات هم ناس فاضي، كما وصفتهم المطربة أصالة التي ردت بقوة عليهم. طلعت أصالة طبعاً ونفت الخبر وقالت إنه الناس اللي بتطلع إشاعات زي كده هم ناس فاضية، هم فعلاً ناس فاضية.